الفلسفة مرحبا بك. بتحكينا على تفاعلك مع المسرح. تفاعلي من ناحية أكاديمية أو بالشغل، أنا بلشت أدرس مسرح بال 2009، درست بجامعة لبنانية ببيروت. لما خلصت جامعتي كفيت ماستر بإعداد الممثل، أخذت تقريبا معي 5 سنين لأنه كنت عم بعمل ريشيرش له علاقة بالمسرح بالتفاعل الاجتماعي، قديش بيقدر يكون سند للناس المتضررين من الحرب، اللاجئين، الناس اللي عندهم عنف أسري، أي شيء. فلو وصلت لنتيجة، اشتغلت كمان مع الماستر تبعي لمدة 5 سنين بمخيم شتيلة. كان عندي مشروع صغير، كان عندنا ملجأ هو تحت الأرض، استلمناه أنا ورفيقتي من الدنمارك اسمها إيزابيلا، وحولنا هيدا الملجأ نحوله لإسباس اسمه مسرح بيلسان، يقدر يعمل ورشات مسرح، يقدر يعمل ورشات للنساء والأطفال. أكتر شيء اشتغلنا نخرج منهم قصص، نحولها على الخشبي، وفي أوقات نعمل بس أتوليه للتعبير لأنه بحاجة أن يكون عندهم هذا الإسباس الآمن اللي بيقدروا يحكوا فيه بكل أريحية، يقدروا يعبروا عن حالهم بقواعد هن بيفرضوها، لأنه المسرح منكون المجموعة ومنحط القواعد اللي بدنا إياها والقواعد اللي بتريح الجميع والموافق عليه الجميع. فكان تفاعلي مع المسرح بلبنان هو أكتر له علاقة بالمسرح بالتدخل النفسي الاجتماعي، وبعدين ريشيرش تبعي كانت بهيدا الإطار، اشتغلت الماستر تبعي بهيدا الإطار، وعملت مع فرقة زقاق كمان تربص له علاقة بالمسرح بالتدخل النفسي الاجتماعي. بعدين صارت الأحداث ببيروت والدنيا خاضت وتعبت من المدينة، وقلت يمكن لازم ارجع كمان على المسرح اللي له علاقة بالخشبي وله علاقة بالمجتمع، رغم قناعتي التامة بالمسرح بالجهة الأخرى يعني. بس قلت النجم نعمل التجربة الاثنين، بهلأ بعد عنا تجربة شبابية إذا الواحد يخلق مساحة أكبر ويخلق ينقل التجربة تبع التدخل النفسي الاجتماعي، تيصير عنا يمكن مسرح جديد، إسباس جديد، فرضية جديدة نقدر نطرحها، غير الفرضية الركحية والنص الشكسبيري ونظام أرسطو بالقصص. في شيء أخذته من هيداك المسرح نجم ننقله معي على هيدا الإسباس. فنقلت على تونس، أنا هلأ تلميذي بالإيكول دي لاكتور، عديت أول سنة وهلأ عندي ثاني سنة، وعم حاول هلأ بهذا المشروع، وكان كتابة نص بلشنا فيه مع مؤسسة كمال لازعر، وعم حاول نعمل ريشيرش هلأ بقلب النص كيف نقدر ننقله على الركح يصير عرض. يعني البعد التجريبي أساسي جوهري بالنسبة لك. بالنسبة لي المسرح عدى بكتير مراحل تاريخية، ونحن هلأ كمان سياسياً ما فينا نكون المسرح منفصل، ونحن كمان يعني وقت ما خلقت لهلأ العالم عم يتغير بشكل كتير سريع، فإجبار المسرح حتى يضلوا خلقان. يعني إحنا هلأ عم نحارب على فكرة وجود المسرح بالعالم بشكل عام، فأكيد لازم يروح على المنحة التجريبي، لازم يروح على حركة الجسم هلأ اللي بتشبهنا على الإطار الأقرب. عم نشوف هلأ سينما كبيرة، شاشات كبيرة، اختراعات، المعلومات عم توصل لك بسرعة، فشو بعد القيمة التجريبية للمسرح أن يروح هيدا الجمهور ويشوف شيء وعن جد يمسه بالحقيقة. فبالنسبة إلي البحث هو أساس هلأ بالمنطق المسرحي. وشني علاقتك بالنص المسرحي؟ هل النص هو الركيزة الأساسية؟ لا من بالنسبة إلي لأنه أكتر بحب جروتوفسكي، بحب أرتو، فبالنسبة إلي الكلمة يعني كان الإنسان هو جسم قبل ما يكون كلمة، كان إحساس قبل ما يكون كلمة، بعدين دخلت اللغة. فلما يكون الجسم مش قادر على التواصل نخلق هيدي الأكسيوم، بس هي حتى بتقيد لأنه أنت أوقات بتقول جمل بتضطر إنك تعيش بقلب هيدي الجملة مع إنه ما بتكون يمكن حقيقتك مزبوط، فبيضلوا الجسم حامل ذاكرتك وحامل الذاكرة الجسدية تبعك وذاكرة أجدادك كمان، لأنه في ورثة إنسانية كبيرة من وقت ما كنا خلقانين يعني وقت البشرية لهلأ الجسم الإنسان عم يتبناها، فأكيد الجسم هو مساحة أكبر بالتعبير بكتير من النص. من ناحية أخرى المشروع اللي قدمتوه في إطار كولتور سوليدير لمؤسسة كمال لازعر
مشروع اللي مفتوح جدا، يعني ثم بعد جمالي كبير ولكن ثم حرية مطلقة. صح، هذا اللي نقطة كانت مخوفتنا شوي بقلب المشروع وخلقت لنا سؤال انه كيف ننجم نخلق نص كمان هو بيحمل الريشيرش اللي رح يحمله بعدين العرض ورح تحمله البروفات ورح يحمله الركح او الاسباس اللي رح نختاره للعرض. فكنا عم نفكر بانه قديش القصة معقولة تحمل العباسية هلأ اللي عايشين فيها نحن، الفوضى اللي عايشين فيها. حتى هو إجا المشروع بفترة قرروا فجأة بحركة كونية كتير سريعة، طيارات، انت عم تفيق الصبح على المنبه بدك تركض على شغلك، فجأة بيقولوا لك اوكي سوري اقعد بالبيت. ليش؟ لسبب اقتصادي، بس هو نفسه السبب الاقتصادي اللي كان قبل عم بيخليني اطلع من بيتي وعم بيخليني اركض وعم بيخليني إذا بدي أقول اتعب جسديا ونفسيا وكل هالأشياء. فقلنا كيف معقول يحمل هيدا النص هيدا البحث وهيدا البحث عن الفضاء عن الحقيقة اللي اكتشفناها هلأ جديد مع الكورونا، يعني من هو قصة المرض أو قصة اللعبة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها، فكيف ينجم هيدا النص يحمل هيدا السؤال. فلهيك وكمان تفاعلنا مع الفضاء اللي هو المنزل اللي نحن قضينا فيه 3 أشهر ويمكن نرجع له بوقت كنا غايبين فجأة عن بيوتنا، 10 سنين بتقعد بالبيت غايب عنه وبتكتشف انه انت عندك هو الزوايا، عندك الغراض، عندك هذا الاسباس نجم تقضي فيه وقت. فاخترنا هيدا السؤال اول شيء يكون منطلق من علاقتنا مع فضاء المنزل، علاقتنا مع الشرفة اللي هي بتكون بين الفضاء الخارجي وبين الفضاء الداخلي، وقديش ينجم يكون هيدا فضاء محمي للإنسان ويحس حاله هو ببيته، وقديش ينجم يكون كمان هو فضاء عام، فضاء تعبيري مثل هلأ مثلا بكل الدول، وقتها كمان بلبنان منعونا بالثورة أنه ننزل على الطرقات واحتجوا وقالوا كورونا أو أوقات يكون في شرطة بالطريق، كانت العالم عم بتحط يافطات على البلكون تبعها وتقول الشعارات اللي لازم تقولها. كمان بدول بألمانيا كل الناس اللي ضد العنصرية بحطوا على طول يافطة حتى تعبر عن رأيهم، فصارت الشرفة هو كمان خطاب سياسي عم ينقال. فكيف النجم نطرح هيدا الفضاء اللي هو المنزل بالأسئلة كلها اللي كانت عنا إياها؟ هو قد ما هو مفتوح بالنسبة إلنا قد ما هو خصوصي كمان بكل شخصية كانت عم تتفاعل مع النص وبكل شخصية موجودة بقلب النص، لأنه عندها مساحة ضيقة من الإسباس مقابل أفكار كتير كبيرة، وهيدا حقيقة نحن اللي عم نعيشه هلأ. إيش هي بتكون الخطوات القادمة لهذا المشروع؟ نحن هلا عنا خط، يعني بلشنا بريشيرش كيف ممكن نعمل هيدا النص، لأنه هو نص مسرحي منه نص ركحي، فكيف نقدر نحول هيدا النص من نص مسرحي إلى نص ركحي. عم نحاول أكيد نأمن مستلزمات العرض من تمويلات ومن كل شيء، وبنفس الوقت عنا الفريق الصغير عم نشتغل على الريشيرش تبعنا، وعم نفكر كيف ممكن يكون كيف ممكن تكون هيدي الرحلة تبع الجمهور وهود العالم، لأنه العرض مبني على يعني بالأساس مطروح ضمن بناية، فكيف رح تكون رحلة هيدا الجمهور بقلب هيدي البناية، وكيف رح تكون رحلة هيدي الشخصيات لأنه هني كمان يمكن ما بيعرفوا بيوت بعضهم، فكيف رح تتعرفوا على بيوت بعضهم، كيف رح يشاركوا بعضهم بمدة ساعة ونص من الزمن. تعطينا فكرة على الفريق اللي في هالمشروع؟ بلشنا البحث أو بلشنا المشروع أنا ومهند. مهند السمان هو كمان دراماتورج وممثل وكمان مدرب بتدخل النفس الاجتماعي، هو من سوريا وهلأ ساكن بالسويد، فكنا عم نتواصل عبر الإنترنت نشتغل على المشروع. بعدين انضم علي بن سعيد كمان من تونس، علي ممثل وعنده يعني هلا رح تكون عنده تجربه بالاخراج، ورح تكون كمان هلا في رح يكون هو مشارك بالاخراج، والفريق منوع، في ناس من لبنان، عندنا كلارا الهوا، في معنا بهلا كمان خلطت على المشروع الجديد سهام، سهام عقيل
سهام عقيل كمان عم تشارك بكتابة النص ورح تكون ممثلة من تونس، منانة كمان ممثلة من تونس، فعم نحاول إنه نجمع هذا الفريق ونحط هذا الخط. كان قبل كمان في ناس في مشاركة، نقول مثلا سوريا، وكان في معنا شخص فلسطيني. رجعنا شوي عدلنا على الفكرة بمنطق تاريخي أخذناه، قلنا إنه اللي عاشته لبنان وتونس تقريبا من 2011 ل 2020 بيشبهوا كتير بعضهم. عشنا ثورة نحن قبلكم، عشناها معكم يعني وقتها صارت الثورة، وأخدها بأجسامنا وبرواحنا كشباب إنه الحلم تبعنا إنه نوصل على الليفل تبع تونس، على الخلط الاجتماعي اللي صار، على الحقوق اللي أخدتها النساء على الشارع. فكله هيدي تبنيناه، وبعدين بلشنا نعيش شوي الهزيمة الثورة اللي عم بتصير. وبعدين وقت صار ثورة بلبنان، وكمان اجت الكورونا وطريقة القمع اللي انقمعناها وانحطينا بالبيوت، بعدين اجا انفجار بيروت، حسينا نفس الخط، نفس الشماء، نفس الضغط نحن كشباب عم نعيشه. فقلنا يمكن الالتقاء بين يعني انا وكلارا من لبنان والفريق التاني من تونس نجم نحكي حكاية هالبلدين بهيدي البناية. يعني ما بعرف شو بدي اقول عن، يعني هي حكاية طويلة، بس حكايتنا وقت فكرنا مثلا انه قالوا لنا كورونا قعدوا بالبيوت، فقعدنا مرة انا وعلي نحسب كم مرة اساسا فرضين علينا منع تجول السياسي انه قعدوا بالبيوت، لانه الشرطة او لانه اوقات بيوقفوا لك السير لانه ما بعرف اي وزير قاطع، او لانه في مؤتمر للقمة العربية فالبلد بتسكر. فهلا عم تطلب مني كرمال صحتي ومستفيد مني عم تحطني بالبيت، فلقينا قد ايه نحن كمان بالنسبة للعالم قد ايه مفهومنا عن المرض او خوفنا على حالنا غير تبني، رغم مع القمع اللي نحن عايشينه. فما فينا نحكي عن الأزمة كأزمة اقتصادية او اجتماعية، بس بدنا نحكي عن الأزمة السياسية اللي عايشينها. سؤال أخير، سؤال أخير، فيه مشاريع أخرى في الأفق؟ هو في تركيز هلا كتير على المشروع شرفة على حرائق الأمازون، إنه يقدر عن جد نوصل فيه، لأنه تعبنا على الريشيرش وحابين نعرف ركحيا نحن كمان كفنانين كيف معقول يترجم هذا النص، لأنه في صعوبة. وفي الإيكول دي لاكتور، وفي عندي هلا لازم أعمل كرياسيون مع الجروب اللي كنت عم بشتغل معه، وعم حضر شيء. انا كنت قبل بمشروع مع حدا فوتوغراف مصري، لانه انا من جنوب لبنان ومن منطقه اسمها حسبية، وعندنا خصوصيه نوعا ما، فعم نحاول نشتغل على هيك القصه تبع هيدي البنات اللي مشيت، ورغم هيدي الخصوصيه والانعزاليه اللي نحنا كنا فيها، ولوين خلطت بمحل. شكرا. شكرا.